السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صالح خالد العلي. الحين راح ألعب لعبة WWE 2K17. للأمانة إني ما قدرت أشتري 18 و19 و2020، هذول ما قدرت أشتريهم عشان في البلايستيشن 4 مو 3. لو في 3 راح أشتري إن شاء الله الأشرطة هذه. ويلا نبدأ. والله مرة مزعج بروك ليزنر، ترى تدرى أغنية مزعجة مرة. وإن شاء الله والرويال رامبل 2020 راح تبدأ في يناير 26، وحطوا لي توقعاتكم شو اسمه التوقعات في الكومنت، اكتبوا توقع مين اللي يفوز. لو انت ما تعرف مصارعة راح تشوفها. انا توقعي واتمنى من اعماق قلبي انه يفوز شو اسمه ذا رومان رينز. اتوقع يا رومان رينز يا دانيال براين. راح اكتب لكم 3 توقعات: رومان رينز، دانيال براين، المصارع بس نسيته كيفن اوينز. هذول الأربعة اتمناهم يفوزون. ثلاثة احس كيفن اوينز مستحيل. إن شاء الله السنة هذه يكون رويال رامبل أفضل سنة، أحسن من اللي راحت. الحمد لله شيء حلو. سترون فاز على بروك ليزنر وماخذ المين إيفنت مباراة من فاز على بروك ليزنر وخذ اللقب اليونيفرسال. كوفي كينغستون فاز على دانيال برايم في رسلمانيا 35 واخذ لقب WWE تشامبيون. والحين راح اقول لكم شو اسمه اللي يجي مو اللي يجي في الرويال رامبل، ما اعرف اللي يجي. كم 30 مصارع اعرفهم، 15 واحد من سماك داون، 15 واحد من الرو. المباريات التي تقم ما اعرف الا مباراتين ولا واحد، ما اعرف والله. احس براي وايت ذا فيد براي وايت ضد دانيال براين على لقب اليونيفرسال وبس هذول المباريات. وراح نلعب مباراة الرويال رامبل وان شاء الله تعجبكم. انا قاعد العب برومان رينز. يلا المصارع الثاني مين توقع؟ توقع 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 بسرعة. دولف زيجلر نفس. راح احاول افوز وارجع لكم. بيرين كوربين ودولف زيجلر بيحقدوا علي. طيب يلا انا ويجي ستايل الاخيرين، انا وقت الخروج ايجي ستايل. لا بالغلط. حان وقت الخروج اي جي ستايلز. رومان رينز ذا رويال رامبل، والفائز بمباراة الرويال رامبل هو رومان رينز. وهذا كان المقطع. لا تنسوا تسووا لايك واشتراك، تكتبوا في الكومنت، تكتبوا في التعليقات. ومعكم صالح خالد العلي.